فيديو النهاردة بيتكلم على تجربة كان عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب للقناة ويلا بينا نبدأ اليوم. السلام عليكم، النهاردة حلقة جديدة هتكلم فيها موضوع مهم جدا. هتكلم على حاجة لها علاقة بعجائب الدنيا السبعة. الفكرة من الفيديو ده بيستهدف التوانسة اللي موجودين في مصر، او بعد ما الدنيا فتحت والمطارات رجعت تشتغل، التوانسة اللي هيجوا مصر. الاهرامات، اللي بيجي مصر حاجة اساسية بالنسبة له الاهرامات. الاهرامات يعني جيت مصر ورحت الاهرامات يبقى انت جيت مصر، جيت مصر وما رحتش الاهرامات فانت ما جيتش مصر. عشان ما طولش الفيديو على اي حد بيتفرج، فكرة من الفيديو ده هذكر اهم الحاجات اللي انت كسائح تونسي قبل حتى ما تمشي، عشان كده هتكلم باللهجه التونسيه، بنستهدف طبعا الشريحه التونسيه. انت كتونسي قبل ما تمشي الاهرامات الحاجات هذه لازم تكون عارفها ومتاكد 100% منهم ولازم تعملها. الاهرامات لا باش تجي انت تمشي لها لازم تعرف قديش معلومه وقديش من حاجه، كما التوقيت والوقت ووسيله النقل كيفاش. اهم حاجه لازم تعرفها في الموضوع هذايا الوقت اللي يخدم فيه الاهرامات من 9 متاع الصباح لحد 4 متاع العشاء. ما تحاولش تمشي على الظهر ولا العصر، حاول التوقيت اللي انت باش تمشي فيه امشي الصباح بكري، او ممكن تمشي مثلا سيبو خلاص الدنيا بريسك هكا بعد ما القائل عديت ما بين ساعتين لاربع. ساعتين هتدور فيهم تعمل فيهم جو محلاه، بس خلي بالك الدنيا تبقى حر قوي. المواصلات ووسيله النقل اللي انت تروح بيها. ناس كتير قوي بتفضل ان هي حتى تاخذ الميكروباصات او حتى التوصيله العامه، بس احسن حاجه يكون عندك كهربا بريفي. كان ما فماش امكانيه انك يكون عندك حتى كهربا بريفي تمشي بيها في النهار هذيه، ممكن تاخذ اوبر او حتى تاخذ تاكسي، بس السعر بيختلف. معدل التاكسي العادي من وسط البلاد لحد الاهرامات السعر يتراوح ما بين 150 ل 250 جنيه، انت وشطارتك وانت كيفاش تتناقش مع الرجل وتطيح معه في الاسهم. وطبعا زي ما قلنا في اهم 10 معلومات عن مصر لازم اي حاجه تفصل بيها. ده لو هتاخد تاكسي عادي، انما لو مع اوبر لا ده ما فيش فصل، تدفع اللي يقول لك عليه. سعر تذكره الدخول للاهرامات هي نفس سعر المواطن المصري عادي، حتى لو انت كنت اتيديون طالب عادي بيكون عندك الكارنيه ما يثبت انك طالب، تدفع زيك زي اي طالب مصري عادي. ممكن حتى برضه تشوف ان انا لما رحت حتى هناك اتصرفت ازاي في الموقف زي ده. مبدئيا انا مش نتعامل يوما ان انا كتونسي، مانيش مش نتعامل كمصري، هتحاسب الاسوام ان انا كتونسي. دونك حتى في بطاقه التعريف مانيش مش نطلع بطاقه التعريف المصريه، هنطلع بطاقه التعريف التونسيه بحيث ان انا حتى نوريهم وادفع ان انا تونسي. هذه التجربه الفكره منها ان انا نوري انت كتونسي شنو هتعمل حتى وقت كي تمشي للاهرامات تجنبا لاي عمليه احتيال. ده منظر تذاكر، معايا ناس، دي تذكره العربيه ودي تذكره زي العادي. حسب انا كان معايا كاني طالب، معاك ورقه ما تثبت انك انت طالب ما تخلصش كان كيفك في المصري اللي هي 10 جنيه. طب انا متو ما عنديش، انا نسيت الورقه اللي تثبت اني طالب، قديش نخلص زي المصري 30 جنيه بس. لو باش تمشي بالكهرباء فما معلومه لازم تخلي بالك منها في المدخل الرئيسي اللي من عند الاهرامات. لو حد هيدخلك ولا بتاع ولا سواق تاكسي ولا اوبر، قول له انا عايز ادخل من عند المدخل بتاع الفندق الميني هاوس، المدخل الرئيسي للاهرامات. طبعا وانت داخل ترد بالك لان هتلقى برشا عباد يقول لك وقف ممنوع، ادخل وادخل من هنا والاهرامات وادخل دور من هنا. دول بياعين هيخليكوا تركب الكهرباء في بلاصه مخصصه ليهم، هتدفع طبعا عليها رسوم، هذا بخلاف اصلا الرسوم اللي هم بياخذوها منك ويركبوك حصان غصبا عنك. فنوعا ما عمليه احتيال خلي بالك منها. وممكن برضو حتى تشوف في الفيديو انا اتصرفت ازاي في حاجه زي دي، زي ما انا عملت في الفيديو اعمل زيي بالظبط. طيب دلوقتي احنا وصلنا الاهرامات، بس مميزات الاهرامات انك لما تدخل ما تدورش لاي حد من البياعين عشان يستغلوه. فاحنا هنوريكم دلوقتي المشهد هيبقى عامل ازاي. متشكر يابا، متشكر بقى. شوف هاتني برضو نخلي بالنا ما توقفش يعني ركز كده معايا. هنلاقي كذا حد دلوقتي جاي، يعني راجل هيعمل لك كده تذكره وممنوع والكلام ده كله. متشكر، شكرا. نقفل برضو اللوك عشان ممكن يفتح لك عادي العربيه. متشكر يابا، متشكر، شكرا يا ابني. ماشي، متشكر. شفت، ما توقفش، ما تصدقش اي حد،
هيقول لك ممنوع، هيقول لك مفتوح، هيقول لك مقفول، ما تقفش لاي حد. او دلوقتي بيقول لي ازاي بتدخل من هنا يا ابني، انا مش داخل يا ابني كده بقى المنطقه دي. وريني كده، احنا هنا وصلنا الامام في كده حاجه الشرطه، ما دام انت عديته يبقى خلاص. الفكره منها ان هو ده المدخل الرئيسي للاهرامات، ما تقفش لاي بايع، ما تصدقش اي حد يقول لك ممنوع مش ممنوع. وانت داخل، وانت داخل الشرطه بتحاول تحافظ على السياحه والمنظر كويس. في ناس، بعض الناس يقول لك ممنوع مش ممنوع، ده بياع، ده واحد عايز يكسب. دونك رد بالك من الحاجه كي منهكه وامشي طول. اسمع حد، تهت في اي حاجه ما تسالش حد هناك، اسال حد من الشرطه هو اللي هيدلك، تجنبا لاي عمليه نصب او حتى يزيدوا عليك حتى في الاسواق. افضل اماكن للتصوير عند مدخل الاهرامات، هتلقى المدخل عند الاهرامات موجوده، والاحصنة والفازات دي الكل. بس للاسف المنظر ده بيبقى حلو انك لو هتتصور مع حصان، هتتصور وانت مثلا عند المدخل بتاع الاهرامات، بس للاسف ما بيكونش بيغطي الاهرامات كله. افضل مدخل هو البانوراما. لما تمشي غاديكا وانت معك كهربا او حتى معك شوفير يدور بيه غاديكا، اسال اي حد بتاع الامن ازاي اطلع للبانوراما. البانوراما بتغطي الاهرامات كلها من كل اتجاهات، التلات اهرامات تصور محلها، تصور مزينة. اللبس تبش في الحاجه كي منهكا، من اهم الحاجات. الولاد او البنات، سواء انت مش تمشي في الصيف او في الشتاء، لازم تبش يكون نوعا ما رياضي واسع عليك، ما يكونش عليك بالضبط. يستحسن ما تمشيش بالجين، على خاطر الجين مع السخانه، مع انك مش تركب جمال الحصان، مش هيبقى احسن حاجه. تلبس حاجه تكون انت واسع عليك. النهار باش يكون فما في برشا مشي باش تطلع، فما ناس تفضل تدخل الاهرامات، الاهرامات انت تدخل البريسك نص ساعه وانت مطبس، دونك مع تبش والجين ما بتكونش احسن حاجه. هذاك علاش انا ديما نفضل اي حد باش يمشي الاهرامات التبش الرياضي، بيكون سهل جدا وجميل من غير حتى ما يكون مرهق واليوم يتعدى عليك على محله. بالنسبة للماء، أهم حاجة تهز معك أكثر من دبوسة، ممكن دبوستين ثلاثة، لأن أكيد أكيد في الفترة هذه باش تستحق أنك تشرب، دونك بتاخذهم معك احتياطي مش أكثر، لأن هناك الأسعار في أي حاجة باش تلقاها، باش تلقاها سياحية وغالية برشا. كان دبوسة الماء البرة مثلا الكبيرة تتبيع بخمسة، الداخل تلقاها بخمستاش أو بعشرين أو حتى ممكن توصل 30. متشكر أوي. المرشد السياحي، من اول ما انت تدخل هتلقى حد يجي لك، تحب مرشد سياحي، تحب باسعار مخفضه، اسعار مخفضه لاخوتنا العرب، تونسي برشا برشا، 100 100، مصري فول وطعميه، اجمد ناس، احلى ناس. اهم حاجه لو انت تحب مرشد سياحي، اتفق على السم الاول، ما تقولوش في الاخر وهنتفاهم، يقول لك يا باشا مش هنختلف، لا قول له هنختلف، اتفاهم معاه الاول واتفق معاه السعر تجنبا لاي مشاكل. ده لو انت محتاج مرشد سياحي، انما ماكش مش تستحق، قول له متشكر وشكرا ليك وبس. الجمل والحصان، الجمل والحصان يستحسن خليهم اخر حاجه انت تعملها من اول ما تدخل الاهرامات. ما تتسرعش، خذ تصاورك، اعمل فيديوهاتك، هبط ستورياتك، من بعد نشوف الجمل والحصان. بس اللي بيروح الاهرامات، اللي ما يركبش جمل في الاهرامات اكنه ما دخلش الاهرامات. هذاك علاش اتفق. بس في ملحوظه، بص لا دول بيتخانقوا، مالناش دعوه. ملحوظه بسيطه لازم تكون تعرفها، ان تفاصل وانت هتركب اي، قبل ما تركب اي حاجه. ودي تجربه بسيطه، وانا كنت بتكلم مع راجل وبتفاهم معاه الاسعار، شوف السعر كان ايه ووصلنا لايه. بس الصراحه الراجل كان محترم وكان متعاون جدا معايا. يعني هنا يعني 10 دقايق كده يعني، ولا ينزل تحت يشوف المنظر الطبيعي؟ هنا دقيقه اطلع كده عليه، خد كام صوره وانزل. كم واحده هيركب يصور؟ انت واثنين يا عم. انا خليها انا وين على النبي. قول لي سعرك. او تدفع كام؟ انت تدفع. قول لي سعر. لا انا راضي. لا انت انا احسب لك حبيبي. عم طبص من سيكونت. اوكي سيكونت، فهمت كيفاش تهبط في السوق مع راجل من 160 يعني. هذاك علاش، هذاك هو الدنيا هكذا، هذاك هو الخدمه. التحف اللي في الاهرامات والفصال، التحف غاديكا موجوده، كل حاجه موجوده، هي نفسها اللي هتلاقيها هناك، هي نفس اللي هتلقاها في الحسين وخان الخليلي، بس نوعا ما باسعار اعلى شويه. على حسب انت مقتنع بالسعر اللي البياع عطاه لك اشتري بيه، كان انت مش مقتنع ما تشتريش بيه. بس ما تنساش، اي قبل اي عمليه شراء يستحسن تهبط معه في الاسواق وتتناقش معه اكثر واكثر لحد لما توصل للسعر المناسب بالنسبه لك. ميزه في الاهرامات، من عند المدخل، من دخول الاهرامات بتمشي الاهرامات بالترتيب، ومن عند المخرج بتعدي على ابو الهول. النزله بتاعت ابو الهول حاول استغلها في انك تركي الكهرباء، بس حاول ركيها في حاجه تكون مسموحه، لان بشتركي غاديكا ممنوع خاطر الامن وطريق عام، دونك يقول لك ركي على شنب واهبط اعمل تصورك. ما تنساش الاهرامات تسكر الاربعه، هذاك علاش حاول
تمشي غديكة، شوف انت قبل ما تدخل غديكة شنو تحب تعمل، حدد انك باش تمشي تتصور ولا باش تدخل الاهرامات ولا شنو باش تعمل بالضبط، بناء عليه تجم تقسم وقت غديكة. الملخص بتاع الاهرامات الوقت غديكة ما ياخدش منك اكثر من ساعتين ماكسيموم ما بين الاهرامات وما بين تمشي والدور. هذاك هو الملخص متاع فيديو اليوم، حبيت ان هو يكون فيديو خفيف لذيذ، تجربة مشيت لها حبيت ان انا اتكلم عنها. الاهرامات حاول اختار التوقيت ما تمشيش في